قاسم سلیمانی و شهید عمو مهدی مهندس، شهدا اسلام، شهدا عراق، اجماعا صلوات اللهم صل على محمد و آل نمایشگاه خادت النصر حرکت است برای پیوند دوستی بین دو ملت ایران و عراق و تلاش میکنه تا شهدای دو ملت رو و مطالبی رو که اونها براش به شهادت رسیدن رو عرضه بکنه در سطح بین المللی. إن معرض قادة النصر يعتبر حركة من أجل تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين الإيراني والعراقي، ونحاول من خلال هذا المعرض أن نعرض تضحيات شهداء كلا الشعبين والأهداف التي تتطلع نحو تحقيقها. اجازة میخوام از طریق شما تشکر خودم رو از ملت عراق، دولت عراق، علمای عراق، اشاعر عراق و همه عزیزان عراقی که ابراز همدردی کردن با حادثه شهادت رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی و وزیر محترم خارجه، از همینجا تشکر و قدردانی بکنم. اسمحوا لي عبر وسائل إعلامكم هذه أن أتقدم بالشكر الجزيل للعراق حكومة وشعبا وللعلماء وعشائر العراق وكافة الأعزاء العراقيين الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب حادث استشهاد فخامة الرئيس الشهيد الدكتور رئيسي ومعالي وزير الخارجية الدكتور أمير عبد اللهيان ورفاقهما. امروز نمایشگاه در سالن شهدای خدمت برگزار شد که با سفر ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حاج آقای ایمانی پور این افتتاح نمایشگاه شکل گرفت. طبعا اليوم قد اقيم هذا المعرض في قاعة شهداء الخدمة وتزامن هذا الامر مع زيارة معالي رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إيماني پور، وتم افتتاح ذلك برعايته. این آثاری که می‌بینید مربوط به هنرمندان عراق و کشورهای مختلف هست که ما اینا رو به مناسبت شهادت قادة النصر جمع‌آوری کردیم. وطبعاً إن هذه الآثار الفنية التي ترونها هي تتعلق بالفنانين العراقيين وأيضا الفنانين من الدول المختلفة، وتم تجميعها بمناسبة استشهاد قادة النصر. حضرنا هذا اليوم في مبنى المستشارية الثقافية الإيرانية، وحقيقة من أجل افتتاح معرض تشكيلي ومعرض فوتوغرافي يجسدان أولا حادثة الطائرة التي راح ضحيتها السيد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي والسيد وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان والوفد الذين كانوا معه وقضوا في شهادة الخدمة، كما عبر الإمام الخامنئي بأنهم شهداء الخدمة حيث كانوا في تلك الرحلة لافتتاح سد مائي مشترك مع جمهورية أذربيجان. اليوم شهدنا افتتاح المعرض الفني في صورته الرابعة أو في مرحلته الرابعة بمشاركة واسعة من الفنانين العراقيين والإيرانيين إحياء لذكرى قادة النصر
هذه المعارض وهذه المؤتمرات وهذه المهرجانات في الواقع تأتي تعميقا لخط المقاومة وتعميقا لخط هؤلاء قادة النصر، وستتواصل عبر المراكز الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إن كان في العراق الشقيق أو في إيران الجمهورية الإسلامية أو في باقي الدول، وأتصور أنها محاولة جادة وناجحة لتعميق هذا الخط المقاوم في بلادنا العربية والإسلامية. حقيقة في هذا اليوم وهذه الأسبوع وهو ذكرى وفاة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باني هذه الجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي في العالم، وفي ظل شهادة خادم للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ورفاقه، نحن اليوم نفتتح هذه القاعة وسميت باسم خادم الإمام الرضا وخادم الشعب وهو الشهيد رئيسي رحمه الله. نحن يدل على هذا الاعتزاز بهذه الشخصية وخصوصا هذه القاعة التي تمثل القاعة الفنية التي تحوي كثير من الرسومات والفعاليات الثقافية إلى الأخوة الفنانين العراقيين.